بطريق البر تسير قوافل السيارات المتواصلة قاطعة آلاف الأميال من أطراف المملكة إلى عاصمة الإسلام. صورة نابضة تتجلى فيها مشاعر التجرد وأشواق التلبية والتقرب إلى الله. إنهم هنا في أمن وسلام، إنهم هنا في رحاب الله. وتنطلق السيارات إلى مكة المكرمة، تنطلق في رحلة إلى أعماق التاريخ. إنها لا تطوي الأرض، إنما تطوي السنين والأحقاب والأجيال. هذه هي الكعبة التي لا تمر لحظة من لحظات الدهر إلا وحولها طائف أو راكع أو ساجد. وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة من كل عام يتعاون المسؤولون في الدولة مع رؤساء الوفود الإسلامية من جميع أنحاء العالم على غسل الكعبة المشرفة. ويتم الحاج السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. حقا إن الكعبة لتشهد اليوم أمرا عجبا. بالأمس كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يؤدي صلاته في ظل الإيذاء والتحدي. بالأمس كانت الأصنام الصامتة تملأ جنباتها وحولها عبادها لا تملك من نفسها نفعا ولا يملكون. واليوم نرى الألوف المؤلفة من المسلمين يملؤون الكعبة مهللين مكبرين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو النصر المبين. يوم عرفة، اليوم 9 من ذي الحجة. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت. اللهم اجعلني ممن تباهي به اليوم ملائكتك، إنك على كل شيء قدير. حقا إنه لمشهد خالد رائع، مشهد عظيم. الكل مندفع متطلع إلى الله، الكل متوجه بقلبه وعقله وبصره إلى خالق السماوات والأرض رب الكون العظيم. وتشرق الشمس ويزداد دعاء الحجيج دعاء صادقا نابعا من القلوب المؤمنة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. صور متلاحقة تعبر عن الماضي والحاضر. الجميع في نفس الاتجاه، راجلين أو راكبين، شبابا كانوا أم مسنين، الجميع إلى غاية واحدة، إلى مكان واحد، إلى سهل عرفات، إلى جبل الرحمة. إن هذه الجموع الغفيرة قد استقرت بعد جهاد حبيب إلى النفس. آلاف مؤلفة من الحجاج من كل حدب وصوب قد اجتمعوا في صعيد واحد كان بالأمس قفرا وأصبح اليوم عامرا بالمسلمين. وفي صباح اليوم الأول
يهنئ الحجاج بعضهم بعضا ويتجهون إلى أماكن النحر حيث يضحون لله عز وجل اعترافا بفضله ووعده الحق. وتعود بنا الذكرى إلى الوراء إلى آلاف السنين إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أن اذبح إسماعيل، وحينما أجاب إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان رمز الفداء، وكان الامتحان الصادق للإيمان، وكان المثل الأعلى لعظمة الله وطاعته.